فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ستكون بأخبار الأندية والاستعداد بطبيعة لانطلاق الموسم، والبداية مع فريق نادي رادي صفاقسي اللي أعلن رسميا عودة حارسه أيمن لحمين للفريق حتى 2027. يجي هذا بعد تجربة بطبيعة في الدوري السعودي ضمن فريق الحزم، تجربة ممكن كعنوان نعطيه وهو كتوصيف أنه ما أضافتش برشا رياضيا للحارس أيمن لحمين، لكن أتصور أنه أضافت ماديا بالنسبة للحارس. في النادي الافريقي اسكندر العبيدي فسخ عقده مع الفريق اللي مازال فيه عام، وعمل تدوينه حسيتها تدوينه متاع محب اكثر منها تدوينه متاع لاعب، اللي قال فيها انه تنازل على اغلب المستحقات متاعه. قال فيها الافريقي يبقى فريقي الام، وحبي للنادي لن تعبر عنه بعض الاسطر. مشاكل انضمام حمزه بن عبد الماديه ماضي في النادي الافريقي، واللاعب حاضر ومستقبل سيكون على ذمه الفريق. في الفريق باش يكون لمدة 3 مواسم. الافريقي ايضا اعلن اغلاق ملف سينيغاليا اليون مباي بعد خلاصه لكل مستحقاته. هاني عمام وامضى عقد بزوز مواسم لفائدة الرجاء البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر، باش يكون حاضر في تونس في تحضيرات الفريق في التربص متاعو، ممكن يكون بطبيعة في المقابلة الودية المنتظرة وانه تجمعه بفريقه الترجي الرياضي التونسي. الترجي دائما بعد منع الانتداب رسميا وظهور رئيس النادي في الحديقة الجمهوري طلع للأسماء اللي ممكن يتعاقد مع الفريق واللي باش يتم تأهيلها. النجم الساحلي ينطلق في تربص اليوم تربص بالعاصمة. في مستقبل سليمان تعاقد مع المدرب صهيب زروق للإشراف عليه مع انطلاق الموسم، المدرب هذا كانت له تجربة مع مستقبل المرسى. في ترجي جرجيس كأغلب الأندية صعوبة التقدم لرئاسة النادي وأيضا عضوية الفريق، البارح كان آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة النادي، موصل حتى ترشح للكتابة العامة. الجلسة العامة العادية حافظت على موعدها 25 جويلية في انتظار فتح باب الترشحات مرة أخرى. في الفريق الحارس سيف الشرفي أمضى بعقد لمدة موسم. المدرب طارق جرية ومطالبة بمستحقات مالية تصل 750 ألف دولار بعد الإقالة والظروف الصعبة اللي كان عاشها حتى وصل للاعتداء مؤخرا في أهلي طرابلس. في الدوري المصري اللي مازال متواصل في جولته 31 رغم أنه احنا في عز الصيف ونقترب بطبيعة مع انطلاقة موسم جديد، لا جديد يذكر الأهلي المصري رغم التأخر متاعه بنقاط كثيرة. الناس اللي تبعت الدوري المصري تعرف قديش فرق نقاط بينه وبين أكبر المنافسين متاعه فريق بيراميدز، بطبيعة لعب المقابلات المتأخرة كانت له مشاركات عالمية وأيضا مشاركة في دوري الأبطال، ذيك علاش المقابلات متأخرة. ربح الأندية الكل وبدأ يقترب بطبيعة من فريق بيراميدز اللي كان مازال فاز عليه بطبيعة في المقابلة المتأخرة لحساب جولة الذهاب 3-2 مقابلة لعبت 12 جويلية، والبارح جدد الفوز متاعه على نفس الفريق فريق بيراميدز بانتصار بهدف لصفر. بعد 31 جولة مش الكل لعبهم فريق الأهلي المصري، بيراميدز هو الأولاني 68 نقطة والأهلي المصري 66 وتنقصه 3 مقابلات. هذاك علاش نتصور انتصار البارح هو التوقيع على أن البطولة ستكون من نصيب الأهلي المصري. الوفد التونسي اللي موجود بباريس قبل انطلاق الألعاب الأولمبية 26 جويلية كما كل الوفود يقيم بالقرية الأولمبية، والظروف يقول أنه حسب رئيس الوفد سيريدا المناعي يقول أنه الظروف طيبة جدا، وتصور أنه بتبيع على امتداد 4 سنوات البلاد قاعدة تحضر باش تستقبل 15,000 مشارك أو أقل شوية، بالتأكيد باش تكون الظروف متميزة. ونعرف أنه بالنسبة للألعاب هذية باش تم في ظروف تختلف عن ظروف بطبيعة ممكن تنظيم دورات سابقة، يكفي باش نقول لكم وأنه حفل الافتتاح لن يكون في الملعب، سيكون على ضفاف نهر السين، والوفود الكل كل وفد باش يتعدى في قارب من القوارب تقريبا 160 قارب بتأكيد الرياضيين اللي شاركوا في اليوم الافتتاحي، مع استثناء بطبيعة الفرق متاع كرة القدم اللي تنطلق غدوة المنافسات متاعها قبل حفل الافتتاح، الكل باش يكونوا موجودين في الحفل هذايا اللي ينطلق كما قلت تقريبا في حدود 6:30 على ضفاف السين حتى الوصول للساحة الشهيرة جدا تروكاديرو اللي باش يكون فيها بطبيعة الختام متاع حفل الافتتاح. متابعة باش تكون كبيرة سواء تلفزيا بطبيعة لمختلف الرياضات، ونعرف أنه الألعاب الأولمبية القيمة الكبيرة متاعها رياضيا وأيضا تاريخيا، لكن حتى الناس اللي باش تكون موجودة في باريس وفي مختلف المواقع اللي تحتضن بطبيعة الألعاب باش يكون العدد كبير، يكفي باش نقول لكم أنه تقريبا 9 ملايين تذكرة تم اقتنائها.
البارح الشعلة الأولمبية في يد شكون؟ في يد رئيس البي اس جي ناصر الخليفي على امتداد 500 متر نص كيلومتر تقريبا. هو الشعلة الأولمبية بيدي، وبالتأكيد جماهير البي اس جي كانت معاه في الحدث هذا اللي قال أنه كان يستنى فيه ويتفرج فيه وهو صغير، فأتيحت له الفرصة وأنه يحمل الشعلة الأولمبية وهو ممثل لفريق البي اس جي. ذكر أن الراية التونسية بشرفها سليمة الجماعي وخديجة الكريمي، هذوم هم الرياضيين التونسيين اللي باش يكونوا موجودين في حفل الافتتاح ورافعين الراية. كرة القدم على مستوى عالمي وصراع الريال وليفربول على اللاعب ألكسندر أرنولد، اللاعب هذية اللي يحب فريق ليفربول يجدد له، بينما فريق ريال مدريد يرغب أن يكون موجود معاه في الموسم أو المواسم القادمة. حدث غدوة في مدريد مع توديع واحد من أهم الأسماء، ممكن يتصوروه الناس اسم مش كبير أما اسم هذا ألقاب تاريخية، هو اللاعب ناتشو اللي غادر رسميا ريال مدريد وماشي للدوري السعودي ضمن فريق القادسية. الحارس جانلويجي دوناروما، الحارس هذايا خارج حسابات بيب غوارديولا وايضا مانشستر سيتي، قالوا باش ياخذوا حارس ما هوش بتوهج كبير ومش اسم كبير، هذاك علاش قلت هو مش خيار اول بالنسبه لفريق البي جي، قاعدين يلوجوا على حارس لانه الحارس ايدرسون البرازيلي خارج. وين ماشي؟ ماشي لاتحاد جده سعودي. أبقى في اتحاد جدة مع اقتراب ضم الفرنسي موسى ديابي، اللاعب هذايا جاي من فريق أستون فيلا وبدعم كبير من شكون؟ من كريم بنزيما وأيضا نقولوا كانتي مع وجود المدرب لورون بلون. لورون بلون اللي في البداية فما برشا انتقادات عليه من اللي جاي الهزيمة رغم الهزائم وديا في الخليج، راه صعب ياسر بالنسبة للأندية متاعهم، حتى في مقابلات ودية كانت الهزيمة أمام فريق ليتشي. هكذا وصلت معكم لختام الموعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.